رئيس الجمهوريه يحط رحاله في طهران على راس وفد من الوزراء والمستشارين وكبار المسؤولين في زياره رسميه بدعوى من الحكومه الايرانيه زياره تسعى بحسب المعلن الى تطوير التعاون المشترك في مجالات الطاقه والموارد والمناخ والسياحه ومكافحه المخدرات فضلا عن ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة مراعاة حصة العراق من المياه وخصوصا الحديث عن الإطلاقات المائية لم يغب عن أجندة الزيارة إذ دعا رشيد نظيره الإيراني إلى مراعاة حصص العراق منها وخصوصا أن معظم الروافد التي تصب في شط العرب ودجلة تأتي من إيران إن العلاقات بين البلدين متماسكة وتزداد قوة وعلينا جميعا العمل على تطويرها بالتنسيق والتعامل المستمر على كل كافة الصعيد ومنها حل المشاكل الموجودة ومنها مراعاة حصة العراق من المياه وخصوصا أن معظم الروافد على نهري دجلة وشط العرب على نهر دجلة وشط العرب مصدرها الجمهورية الإسلامية إيرانيا ومع التأكيد على أن حصة العراق من المياه محفوظة أشار رئيسي إلى متابعة المفاوضات بين وزراء البلدين لمناقشة القضايا الحقوقية بشأن المياه ضمن سياق التعاون ولم تخل التصريحات الإيرانية من مهاجمة الوجود الأمريكي في العراق وهو ما جرت عليه العادة إذ صوب الرئيس الإيراني قائلا إن الوجود الأمريكي في المنطقة يضر بأمنها واستقرارها زياره وان وضعت في اطار العلاقات بين البلدين وتعزيزها على المستوى الاستراتيجي فانها لم تتجاهل ما يدور في المنطقه حيث تم التاكيد على تشجيع الركون الى الحوار والتهدئه لحل الاشكالات في القضايا الاقليميه والدوليه وهو ما اكده رشيد معتبرا ان ترسيخ الامن يتطلب تعاون جميع دول المنطقه